تنظيم رائع لبطولة كأس السوبر المصري، كلنا تابعناه امبارح. بطولة كبيرة وأقيمت في دولة الإمارات، حالة كده تليق بمستوى الكرة المصرية. نعرف تفاصيل أكتر عن الأجواء واستعدادات الخاصة وفرحة ما بعد فوز الأهلي بكأس السوبر وأجواء المباراة مع الأستاذ رضا سليم الناقد الرياضي معانا من دولة الإمارات. صباح الخير على حضرتك. خير يا استاذنا، وان شاء الله صباح جميل على كل اهل مصر، وجمعه مباركه على الجميع. امبارح كانت سهره كرويه جميله جدا، كلنا تابعنا ماتش رائع يليق بتاريخ الكره المصريه. الاهلي فاز على الزمالك، قول لنا كده تحليلك للمباراه امبارح. الحقيقه المباراه ماشيه فيها عناصر كتير جميله ورائعه على مستوى التنظيم، على مستوى الاداء الفني من الفريقين، على مستوى الجماهير، على مستوى اللمسه الانسانيه او اللمسه الجماليه بدخول بطل الاولمبي احمد الجندي بالكاس في بدايه المباراه. رقم واحد شعار المباراه كان الروح الرياضيه، وده كان اجمل ما في المباراه. احنا عارفين اللغط اللي حصل قبل المباراه بفترات وشويه الغش اللي حصلوا، لكن في النهايه المباراه خرجت بشكل اسطوري. الامارات نجحت في التنظيم بنسبه 100%، لكن نتكلم على النواحي الفنيه نقول ان الاهلي كان الاكثر سيطره في اول 27 دقيقه، قدم مستوى كويس جدا، اهدر اربع فرص مؤكده. كمان الزمالك رجع للمباراه في اخر ربع ساعه، وبقى المباراه متكافئه. يمكن وصولها لدرجات ركلات ترجيح كانت تاكيد على المستوى الفني الرائع او المتوازن بين الفريقين. خلينا نقول ان ثلاث مباريات من اربع مباريات انتهوا بركلات الترجيح. يعني احنا هنتكلم على المباريات ده. خليني اسالك استاذ رضا، يعني احنا شفنا امبارح مباراه نفس طويل جدا، بنتكلم على شوطين اضافيين وركلات الترجيح، عنصر اللياقه البدنيه كان لافت جدا. يعني شايف اللياقه البدنيه للاعبي الاهلي والزمالك امبارح ازاي ان هم يقعدوا طول هذا الماتش او طول هذه المباراه بنفس اللياقه وبنفس القدره؟ تقريبا المباريات النهائيه دايما لها حسابات خاصه عند المدربين وعند اللعيبه، لانها مباراه البطوله. ناس لعيبه كتيره جدا حامل على نفسهم، لعيبه كتيره جدا في اخر ربع ساعه من الوقت الاكسترا تايم كانوا وقعوا في الملعب بسبب الاجهاد والضغط. كلنا شفنا اداء الزمالك والاهلي في الاول مباراتين، او نقول مع بيراميدز والسيراميكا، ما كانش يرتقي للمستوى اللي احنا كنا متوقعينه، لدرجه ان احنا كنا بنفكر نقول ان بيراميدز كان يستحق التاهل لنهائي الكاس والسيراميكا كان يستحق التاهل لنهائي الكاس. لكن اداء الاهلي والزمالك في السوبر في المباراه النهائيه كان له طعم مختلف خالص على مستوى الاداء الفني. حتى شفنا كولر وجوميز بيقدموا مستوى فني خارج الخطوط. شفنا جوميز بيقرا المباراه كويس وبيرجع يرجع لعيبته، ويقدر يقرا المباراه ويحركها خلال المباراه، وده السبب اللي خلى سيطره الاهلي في بدايه المباراه تعود من جديد الى مرحله التوازن. جميل. وهجمات مفتوحه وملعب مفتوح، كنا ممكن نشوف عدد كبير جدا من الاهداف. لكن المباراه بشكل عام خرجت في اطار فني متزن او متكافئ. احنا بنقول مبروك للاهلي طبعا، ونقول هاردك للزمالك. المباراه خرجت باروع ما يكون على المستوى الفني وعلى المستوى الروح الرياضي. سريعا بقى، مش عايزين ننسى فوز بيراميدز كمان ببرونزيه بطوله كاس السوبر المصري على حساب سيراميكا كليوباترا. تحليلك سريعا لهذه المباراه والاداء الخاص ببيراميدز. خلينا نتفق مع بعض ان سيراميكا من اكثر الفرق اللي قدمت مستوى متميز، وكانت الحصان الاسود في كاس السوبر. مباراه كانت متكافئه وكانوا متقدمين، انتهت بفوز بيراميدز بركلات الترجيح. انا اقصد المستويات الفنيه المتقاربه بين الاربع الفرق اعطى طعم للبطوله. نفس الفكره كانت بتتعامل قبل البطوله على ان الاهلي والزمالك في النهائي وبيراميدز وسيراميكا بيتنافسوا على المركز الثالث بالتوقعات العاديه. لكن لما شفنا ادائهم في الملعب كل فريق قدم مستوى متميز. بيراميدز عنده مجموعه من اللعيبه اصحاب المهارات العاليه اللي يقدروا يفوزوا باي مباراه ويقدروا يغيروا النتيجه، وكانوا متاخرين وتعادلوا وفازوا بركلات ترجيح. سيراميكا قدم مستوى متميز على مدار المباراتين قدام الاهلي وقدام بيراميدز. احنا في النهايه وصول المباراه الى ركلات ترجيح بتقول ان الكفه متوازيه ونروح لركلات الحظ زي ما بنقول. بشكرك. بيراميدز فاز بركلات ترجيح ويستحق الفوز بالمركز الثالث في المدينه البرونزيه، ونقول هارد لك لسيراميكا قدمت مستوى مشرف للكره المصريه.
يعني مستوى يليق بتاريخ الكرة المصرية. كل التحية لكل الأبطال ولاعبي الأهلي والزمالك وسيراميكا وبيراميدز. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ رضا سليم الناقد الرياضي، كنت معانا من دولة الإمارات العربية المتحدة.